ابو ناصر الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك يا عمر. شاكرين جهودك، شاكرين جهود طبعا فريق هامر البحرين. يعني الناس دائما تتكلم هالفتره ان والله عمل الخير مفروض ان احنا مثلا خشه وكذا، انت شو تقول لهم؟ يعني خاصه كفيديو حاولوا تركزون على محتوى ازل ما تركزون على الناس الموجوده. صحيح. لا تصورون الناس اللي تصدقون عليها. صحيح. صوروا المحتوى اللي انتم فيه، لو مقطع بسيط. في وايد اعمال تطوعيه تقدر تسويها، منها تثبت الفريق مالك وتثبت نفسك فيها. صحيح. تحصل اجر. الله يبارك لك في كل شيء. ما في شيء لو يوم واحد في الشهر تسوي حمله الفرصان، توزيع ماي، توزيع اي شيء، طيب انها يعتبر صدقه ويعتبر اللي هو كاجر مثل ما قلت. طبعا احنا مو مضطرين نصور الناس المحتاجه، لكن احنا نصور الفعاليه. المقصود من التصوير مو كتشهير، لا، حق الأجيال اللي جاية تتعلم منها. صحيح. وإذا كل واحد فيكم شاف الفيديو وتأثر فيه وسوى نفس الفكرة، أنت كم واحد تفيد؟